أهلا بكم إلى أخبار تونس. والبداية بإصابة 35 عاملا بإصابات متفاوتة الخطورة إثر انفجار جد صباح اليوم الخميس بوحدة تعبئة قوارير الغاز التابعة لإحدى الشركات المنتصبة بالمنطقة البترولية برادس، وتم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات وفق ما أفاد به الناطق باسم الحماية المدنية في تصريح للإعلام المحلي، في حين أعلنت السلطات فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذا الحادث. عفى رئيس الجمهورية قيس سعيد كلا من والي المنستير ووالي المهدية من مهامهما، حيث أكد سعيد الدور المهم للسلطات الجهوية التي لا تتحمل المسؤولية بما يقتضيه الواجب الوطني. تمكنت الوحدات الأمنية بسوسة من القبض على شخص محل تفتيش لفائدة هياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنتين وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني. يمثل اليوم الخميس مدير المدرسة الابتدائية والمعلمة المتهمان في قضية إصابة تلميذ على مستوى العين، واللذان هما في حالة صراح يمثلان أمام دائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية صفاقس واحد للنظر في التهم الموجهة إليهما. أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، أبرزت ارتفاع الصادرات بنسبة 5.9% في حين شهدت الواردات شبه استقرار حيث ارتفعت بنسبة 0.2% فقط. نهاية النشرة وإلى اللقاء.